السلام عليكم. موقع ظريف من خلال الذكاء الاصطناعي تعلم على اي جزء انت عايز تحذفه من الصورة، هو يروح حاسبه. خلينا نختار كده صورة، وليكن مثلا الصورة ديت، هقول له اوبن، جاب الصورة دي تمام. بيقول لي كونتينيو اس دي او تراي برو. طيب انا عايز اجرب كده مثلا، ايه عايز تشيل انت الحته دي كده، مجرد ان انت بس تعمل عليها سيلكت هو يبدا ان هو شاف بالشكل دوت. هو مش شالها وخلي الخلفيه بيضاء، لا ظبط الالوان كان الحاجه دي فعلا ما كانتش موجوده. ممكن مثلا الشجره دي نبدا ان احنا نقول له شيل لنا الشجره ديت، هو اوتوماتيك فهم ايه اللي احنا عايزين نشيله وشالها كانها فعلا مش موجوده وجاب لنا الحاجه. في مثلا حته دي مضايقاني مثلا اهو، يبدأ هو يظبطها لك ويظبط لك الألوان مكانها وكل حاجة.